شكراً مرتجى، تفقد أعصابها بسبب صورة لها قبل التجميل. إصابة تريتا حرب البالغة تظهر بوضوح للمرة الأولى. تعرضت الممثلة السورية شكران مرتجى للسخرية والتنمر من أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب صورة قديمة لها بدا فيها أنفها مختلفاً قبل عملية التجميل التي خضعت لها. وكتب الشخص الذي نشر الصورة: إيه بوقف عليه نسر؟ إيه المصرات كل شيء. هذا الأمر استدعى رداً من مرتجى أعلنت فيه أنها لا تنكر شكلها وتعترف بأنها خضعت لعملية تجميل لأنفها، وكتبت: بحياتي ما نكرت أني عاملة عملية تجميل صديقي، وبتشرف بشكلي قبل وهلأ، والشغلة ما إلها علاقة بالمصاري، أي حدا عنده مشكلة وبيقدر يحلها بحلها. شكراً للطفك ولكل حدا اتمسخر وتنمر علي، والحمد لله والله يعين اللي عنده مشكلة بمخه وروحه وما بيقدر يحلها. ويخرب بيتك شو تشدوش ومن ناحية أخرى نشرت الممثلة والإعلامية اللبنانية ريتا حرب صور جديدة لها من منزلها في تركيا، حيث تتواجد لقضاء فترة من الراحة واستكمال علاجها بعد حادث السير المروع الذي تعرضت له منذ فترة قصيرة. وظهرت ريتا في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على تويتر من داخل منزلها مستعينة بووكر من أجل المشي، فيما كان واضحاً حجم الإصابة في قدمها نتيجة الحادث. وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه: بالأوقات الصعبة بس بتعرف مين بحبك، شكراً لكل اللي بعدهم لهلأ عم بيسألوا، عم بيفكروا فيي وعم يتطمنوا عني، كل واحد على طريقته. هذا وكانت تحدثت الإعلامية والممثلة اللبنانية ريتا حرب لأول مرة عن تفاصيل حادث السير الذي تعرضت له منذ فترة في تركيا والإصابات التي عانت منها بسببه وما زالت. وفي أول لقاء إعلامي لها بعد الحادث ضمن برنامج NBC Trending قالت ريتا إنها خرجت من المستشفى التي كانت تتواجد فيها في تركيا إلى المنزل لاستكمال علاجها، وعن الإصابات التي تعرضت لها قالت: تعرضت إلى كسور كثيرة في كل جهة الشمال من جسمي، خضعت لعملية في وجهي وفي رجلي، يوجد أكثر من كسر، لذلك لا يمكنني السير على قدمي، كما أخضع لعلاج فيزيائي كل يوم. وأضافت: هناك سماكة دم في رأسي لا يجب أن تكون موجودة، لذلك الإسعاف ينقلني إلى المستشفى كل يومين من أجل الإطمئنان والكشف المستمر. وكشفت ريتا أنها عانت من تداعيات كثيرة بعد الحادث، منها فقدانها لبصرها وصوتها لفترة من الوقت.